ما شاء الله ما شاء الله، كل ده زرع وأرض وخضار. يا ما أنت كريم يا رب، حلم اتحقق بسرعة كده. معقولة تسوقي بيه الأرض دي كلها بتاعتك؟ أيوة يا سيدي بتاعتي، هي دي كلها. ما شاء الله، دي كبيرة قوي. 20 فدان يا عامر، وبفكر أشتري كمان 10 فدادين جنبه. ما شاء الله، ربنا يزيدك ربنا يزيدك. تعرف تسوقي بيه؟ أنا بقالي 30 سنة مهندس زراعي، كل خبرتي كانت كلها في آثار زرع. يعني مش هتفلح معايا؟ فجر، أنا مش هفلح معاك. بعد ما اديتني الفرصة الجوهرية دي، ده أنا هتمرمغ في الطين ده دلوقتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده المهندس عامر المشرف على المزرعة من النهاردة. يا لنا يا باشمهندس، نورت العزبة يا باشمهندس. شكرا. عوض وعم عوضين من أكفأ الفلاحين عندي هنا في المزرعة، اعتبرهم إيديك الاتنين. عوض وعوضين يبقى إيديا التلاتة. ايه دمكوا تقيل جدا. شوفوا بقى من الاخر وعلى ميه بيضة كده، انا عندي مبدأ وسياسة في الشغل، فاهمين؟ زرع بكماوي عندي انا نو، خلاص. محارب الدودة عندي انا نو. سرطنة اكل عندي انا نو. فاهمين ولا فهمكوا بطيء؟ جرايا يا باشمهندس، انت داخل سخن علينا كده ليه؟ ما تخفش يا راجل. المهندس عامر دمه حامي جدا وما بيحبش الغلط، لكن قلبه ابيض زي الحليب بالظبط. يابا يابا الحق يابا، البقره قطع اللبن ومش عارفه احلبها ازاي. اتحشمي يا بنت اسامه، الله ده خابط خط وشي، في ناس غريبه. فين دي؟ يا ترى طبق القشطه ده عنده ايميل ولا ما عندوش؟ يلا يا عوض خد صبعه شوف الموضوع ده. يلا خضر يابا، جري قدام يا بيه. جري. هي بنت حضرتك دي؟ ايه، ربنا يخليها لك يا عمو. عمو مع حضرتك في سن والدي، ولازم اشيلك انت وولادك في عينيا. انا طلع عيني مع منال يا بابا. يا هشام يا ابني، خد مراتك على علتها وارضى بنصيبك يا حبيبي. ارضى ازاي بس يا بابا؟ ولا بس ولا يحزنون، انت فيك عيوب وهي فيها عيوب، ومفيش حد في الدنيا ديت ما فيهوش عيوب. انا نصيحتي انك تعرف عيوب مراتك ايه وتتعامل معاها على كده. ايوه بابا حبيبي، بس في بعض العيوب بيبقى صعب قوي التعايش معاها. انا عايز اعرف اي عيوب دي اللي صعب انك تتعايش معاها. بصراحه يا بابا، منال ما بتبقاش كويسه وما بتسمعش الكلام الا اذا عملتها بخشونه وقسوه وقهرتها. اساسا كلمه القهر دي ما عرفتهاش غير لما اتجوزتها. خلاص يا سيدي، دي بسيطه جدا، طالما ان دي سكه مراتك اتعامل معاها من نفس السكه. ايوه للاسف هي دي سكتها، منال ما بتخضعش غير لما بتخاف. خلاص يا ابني، طالما عارف ديت هيبقى زعلان ليه؟ زعلان طبعا يا بابا، لاني مش عارف اعيش بطبيعتي. الله، انا مطلوب مني طول الوقت ان انا ابقى مكشر وغلس ورزل وتنك وحاجات كتير قوي انا مش جوايا اساسا. وبعدين عارف انا لو ضحكت وكلمتين حنيه كده قبل ال تتقلب بقى وتطلع وتعيش وتفرد نفسها وتفرد عضلاتها وتعمل نفسها مارادونا. ده عيب صعب حبتين. خلاص يا ابني، طالما ان ده قدرك ونصيبك يبقى اتعامل معاها على كده. قصدك قدري ومصيبتي. مالك يا سيف يا ابني، فيك ايه؟ ولا حاجة يا أمي، سهام قلقان شوية. ليه يا ابني مالك؟ فضل الشر يعني، بقت هادية ومطيعة وبتسمع الكلام. ودي حاجة تزعل يا ابني، ربنا يحميها لك. هي ما جتش معاك ليه صحيح؟ نايمة كالعادة. هي سهام كده بقت تنام بالنهار، وأول ما الليل يدخل تبدأ تصحصح وتفوق. الله، دي كده قلب الليل هنهار بقى. سهام اتغيرت قوي يا أمي في وقت قصير، لا بقت تجادل ولا تناقشني ولا تتعبني. في حاجة غريبة، مفيش كلمة في البيت بتتسمع غير كلمتي. والله انت غريب يا سيف يا ابني، حد يشتكي من مراته عشان بتسمع كلامه؟ مش دي الفكرة يا أمي، بس أنا حاسس إنها بتهودني أو بتاخدني على قد عقلي، وده بقى مش بيريحني. يعني بتعمل بكلامك ولا لأ؟ قدامي
بتعمل بكلامي من ورايا؟ الله أعلم. أنت لو ما لقيتش حد تشك فيه هتشك في نفسك. الشك ده نعمة يا أمي، نعمة بتساعدني على إن أعرف إيه اللي الناس مخبيها. يا ابني مش كل الناس، في ناس طيبين وولاد حلال. والنبي أنت اللي طيبة وبنت حلال يا ست الكل. الناس يا أمي نوعين مالهمش تالت، يا إما وحوش يا إما فريسة، كله بيراوغ كله عشان ياكل التاني. يا ساتر، دي كده بقت غابة، ربنا يكفينا شر أيامكم. ويكشف لنا الكذاب وابن الحرام والضلالي. قولي أمين يا أم سيف. أمين يا ابني. مساء الخير يا ماما. خير؟ وهيجي منين الخير إن شاء الله بعد اللي احنا فيه؟ فيه يا ماما؟ هو أنت بقيتي كل ما تشوفي وشي تندبي؟ هندب؟ ده أنا أندب والطم وولول ولم الناس عليا كمان. أبوكي من ساعة ما اتحبس واتقطع عنينا المصروف، تقدري تقولي لي هنعيش منين؟ ناكل منين؟ نلبس منين؟ أنا مش عارفة من غيره عايش إزاي؟ امسكي يا ماما. ايه دول؟ 500 جنيه وهديكي زيهم كل اول شهر. ودول هيعملوا لنا ايه بقى ان شاء الله ببحر المصاريف اللي عندنا؟ يا ماما هي حاجه تسند مع معاش جدي اللي بتاخديه من النقابه، وربنا يسترها بقى. مش باين يا بنتي. يا ماما انا مش فاهمه انت بتعملي كده ليه؟ امال لو ما كانش مطلقك من 15 سنه وكنتوا لسه متجوزين كنت هتعملي فيا ايه؟ ما تعودتش اخضر او اخون. ابوكي كان عشره عمري وكلنا مع بعض عيش وملح، والعشره ما تهونش غير على اولاد الحرام. قصدك ايه؟ قصدي اني غلطت يا علي، غلطتي لما فكرتي تسجني ابوكي. مش ده الراجل اللي رمانا وما سالش فينا؟ مش ده الراجل اللي ظلمك وراح اتجوز عليكي واحده غنيه واشترطت عشان ترضى تتجوزه انه يطلقك؟ كل اللي بينا وبينه كان شويه فلوس عشان يسد بقنا. ايه يا ماما نسيتي؟ نسيتي وقدرتي تغفري له؟ ليه يا ماما قبلتي تمدي ايدك ليه؟ ما كنت اشتغلتي ولا عملتي اي حاجة، ان شاء الله حتى كنت اتجوزت. ما رضيتش اجيب لكم جوز ام، خفت عليكم، كان كل همي ان انا اربيكم احسن تربية. وبعدين يا بنتي ده كان حقكم في فلوس ابوكم، انا كنت بحافظ لكم عليه. وما تنسيش ان هو ما كانش مخليكم محتاجين اي حاجة، وعشت معاكم بفلوسكم وعلى حسكم، وخصوصا بعد ما مات ابويا الله يرحمه وبقيت لوحدي. لا يا ماما عمرك ما هتبقي لوحدك. امال انت خلفتينا واديتينا عمرك كله ليه؟ مش عشان لما تكبري تسندي علينا؟ يا بنتي هو انتوا عارفين تسندوا نفسكم علشان تسندوني؟ منك لله يا عليا، ربنا ينتقم منك. ايه؟ في ايه؟ احمد خطيب سابني بسبب قضية بابا. اهدي يا حبيبتي، اهدي، اهدي يا نسا، اهدي يا حبيبتي، معلش. بس يا حبيبتي بس. عارفة أحلى حاجة فيكي بحبها إيه؟ إنك بتحب ربنا من قلبك وبتحافظي على صلواتك، عشان كده أنا واثق فيكي ومش خايف عليكي. يا بابا ما أنت اللي زرعت فيا حب ربنا من وأنا صغير، وأنا دلوقتي بشكرك على ده. أنت اللي عندك ضمير وفطرتك سليمة وكنت قابلة للهداية. يا بنتي الدين من غير ضمير ملوش أي قيمة، والضمير هو المعاملة بالصدق والبر بالفقير والرحمة بالناس، رحمة تقضي على الأنانية اللي جوانا وتحيي المحبة اللي فينا، والمحبة هي الله. عشان كده لو تعلقنا بس بالدين وأهملنا المحبة هنبقى زي اللي بيعبد صنم وهو فاكر انه بيعبد ربي.
باسم الصليب. ايه اللي بيعمله شريب بيه ده؟ خرج عن المله؟ يا ده يا سوده. لما ايه الحته ده مصالح؟ ده؟ ده هارد يا غالي، اشتريته النهارده كده من واحد بربع الثمن، ولسه هشوف فيه ايه. ده مامور زي انت مصالح. طب ما تورينا كده يا معلم. حبيبي يا غالي، عيوني. دي افلام ثقافيه صناعه منزليه يا غالي. اموت انا في المستقنص. ده واضح انها نفس الراجل بس مع ستات كتيره. شكله بيحب المزاج وبيحب التنويع يا معلم. هما دول يطلعوا كام فيلم فيها مصلحه؟ دول دي 10 20 30 40 50 حبيبي، دول 200 فيلم بالتمام والكمال يا معلم. يا 200 الف حلاوه عليك يا ابو سمره. دول بقى نتفرج عليهم ونطبع منهم ل 200 سنه قدام. دي مصلحه وجات ظبط الحد عندنا يا غالي. ابوت انا فيك يا ابو سمره يا ابو المصالح يا مستكنس. بصراحة يا دكتور أنا مش عارف هبتدي منين ولا أقول لك إيه. خير يا تدرس؟ أنت قلقتني. لا، من ناحية القلق الموضوع يقلق. دي مصيبة مصيبة يا ساتر. ما تنطع عصا ليه؟ شريف بيه ماله؟ يظهر كده إن بلاد برة غيرت أخلاقه. أنا ما تتكلم في إيه؟ دخلت عليه لقيته بيصلي صلاة المسلمين. اوف يا راجل، ده انت خضتني، افتكرت الحكاية كبيرة قوي. ها؟ ودي مش كبيرة قوي؟ وانت برضو تصدق ان ابني يعمل حاجة زي دي؟ انا شايفه بعناية الاتنين دول. ده دور. دور ايه ده؟ اصل شريف ابني غاوي تمثيل، واكيد انت شفته وهو بيتمرن على الدور اللي هيمثله في المسرحية. هيعمل دور شيخ مسلم. بقى الحكاية كده. ايوه يا سيدي الحكاية كده. امال انت كنت فاكرها ايه؟ طب حس كده بقى، خليه يجيب لنا تذكرتين دعوة مجانية، نروح انا والحرمة بتاعتي نتبسط شوية. انسى، انا عارف ومتأكد ان انت حاسة بتأنيب ضمير كبير، بس معلش لازم تستحملي. ما هو يا ريت معلش، دي ممكن تصلح حياته اللي خربتها. ننسي، دي حاجه اسمها قدر ونصيب. هو انتوا يعني كنتوا متفقين؟ عموما مش انتي عارفه ومتاكده ان ادم بريء؟ تاكدي كمان ان شاء الله ربنا هيثبت براءته. ازاي بس وامتى؟ دي حاجه بتاعت ربنا بقى يا نانسي. انا صعبان عليا قوي، اهله وحبيبته دي ذنبهم ايه بس؟ هيرجع لهم بالسلام، وانتي عشان خاطري لازم تهدي. انا مفكر اروح لهم واطمن عليهم. لا يا نانسي، كله الا ده ما ينفعش. انت عارفه كويس ان هم اكيد متراقبين، مروحك اليوم هياكد ان في علاقه ما بينكم، وده طبعا هيخلي البوليس يشك فيكي اكتر. ما هو انا ما ينفعش افضل قاعده ساكته، نفسي احس اني بساعده اكتر من كده. لو ضروري يعني انا ممكن اروح له بدالك، اهو اطمن عليهم واطمنك. بجد؟ اه طبعا بجد، على الاقل انا ليا حجه اروح بيها، مش انا بشتغل في منظمه حقوق الانسان. ممكن جدا ادم ده يكون حاله من حالات البحث الكتير اللي عندي. ثانك يو يا امير، بجد لو عملت كده تبقى جدع جدا. لا ثانك يو على وجه. هاتي العنوان. حاضر، ثواني اكلم بابا، خليه يكلم ادم ويجيبه لنا منه. خد يا صبر، امسكي ده جزء من الدين اللي ليكي عليا. خدي. كتر خيرك يا اخويا، فيك الخير. الخير اللي انا فيه ده ادم ابنك السبب فيه، هو اللي نصحني ان انا اعمل الخير. ويا عالم لو ما كنتش عملت اللي قال لي عليه ادم كان زماني دلوقتي هبقى فين. الحمد لله. وما تقلقيش، كل اول شهر هيكون عندك مبلغ زي ده. انا خلاص دلوقتي باخد مرتب محترم كل شهر، والحمد لله هيدوني نسبه كويسه جدا كل اخر محصول. ايوه كده، فرح قلبي بدل الخيبه اللي مغيمه علينا كلنا. خيبه؟ خير يا صبرة في ايه؟ يحيى عامر رفضوه من المدرسة وسابها وراح اشتغل صبي ميكانيكي من ورانا عشان يساعد في مصاريف البيت. ايه ده؟ معقول يحيى عامل كده؟ هو فين دلوقتي؟ قاعد في اوضة ادم. يحيى! يحيى! ايوه يا خال. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. امسك يا يحيى دول. ايه دول يا خالد؟ دول اعتبرهم مصروف، وكل اول شهر
هجيب لك زيهم. انت خلو؟ ايوه يا يحيى. انا زمان كنت بخرج نفسي من اي مسؤوليه علشان كنت عطلان مفلس، كان على عيني اشوف حاجات كتير في البيت نفسي اعملها ومش قادر عشان ما كانش حيلتي، وكنت بهرب بكلمه الخال حقل ومال. انما دلوقتي لا يا يحيى، خلاص كان زمان الكلام ده، الخال حاله اتعدل وبقيت زي زمان الخال والد. انت شكل كده خلو الشغل ماشي معاك وعيشتك مرتاحه. الحمد لله مرتاحه قوي، وعشان كده بقى بكره الصبح هاخدك ارجعك المدرسه تاني، وكل مصاريفك انا متكفل بيها. مش مصدق، انا حاسس اني بحلم. لا يا يحيى ما بتحلمش، هي دي الحقيقه وهي دي الدنيا. احنا بس علشان ما جربناش وما دقناش الا مرها مش عارفين حلوها. بس جرب يا يحيى، جرب كده ودوق حلوها، ذاكر وتعلم وخد شهادتك علشان تبقى راجل ملوي هدومك. وما تخافش يا يحيى، انا في ظهرك من هنا ورايح. ربنا يخليك ليا يا اخويا ويعمر بيتك كمان وكمان قادر يا كريم، واديك على قد نيتك للغلابه اللي زينا. ما تقوليش كده يا صبره، دي ابسط حاجه ممكن اعملها، مش هيجي قد اللي عملتيه معايا انت وعم امين. ده دين في رقبتي. اصيل يا عامر، اه انت كده ابن ام وابويا بحق وحقيقي. يا حبيبتي وحشتيني قوي انت وبابا. لا حماتي كانت عندي بس ما استغناش عنك. اه كنت قاعده اتكلم معاه، مش عارفه الست دي ممكن تكون ماما تسيف ازاي، بس ماما دي اوحى. ماما لا يا حبيبتي مفيش حاجة تطمني، بقالي كام يوم كده نفسي غمى عليا. اه بحس بدوخة، حامل ايه بس يا ماما؟ ما انتي عارفة اللي فيها. لا يا حبيبتي لا لا، دول شوية برد يروح الحل. طيب يا ماما طيب اكلمك بعدين. السفارة الأمريكية عاملة جايزة 100,000 جنيه للي يرشد على آدم، ومقدمة طلب للداخلية عشان السي آي آي تتدخل في الموضوع. يعني إيه يا فندم؟ يعني هما يحققوا وإحنا نقعد في البيت؟ ده لا يمكن يحصل أبدًا. السي آي آي يا فندم، يا فندم إحنا لسه شغالين على القضية، ما يسيبونا بقى نشوف شغلنا. بيتهمونا بالعجز والتقصير في حماية رعاياهم، وبصراحة عندهم حق، ما إحنا لغاية دلوقتي ما قبضناش عليه. ما هو معليه برضه، يعني القضية مش بسيطة، وبعدين ده تخطيط وتنظيم وخلية إرهابية كبيرة جدا، يعني معليك يعني الموضوع مش هيتلم في يوم وليلة. الوزارة مقلوبة والوزير كل شوية يكلمنا عشان يطمن، اعملوا حاجة شكلنا بقى وحش. اطمن سعادتك هنقبض عليه في أسرع وقت. ما تخلونيش أندم إن اخترتكم للمهمة دي. معليك اديني 48 ساعة وهيكون هنا تحت جزمتك. جاية أهو. مرزوق. ايوه بط. وانت ليك عين تيجي تاني بعد اللي انت عملته؟ اتفضل امشي، عايز اقفل الباب. واكون عليك يا بطتي. يوه بطه بطه يا بطه بنت يا بطه. مرزوق عايز ايه يا مرزوق؟ ايه يا حماتي جاي تاني ليه بعد اللي عملته مع ابني ادم؟ يا حماتي والله العظيم انا عبد المأمور، ولو ما كنتش عملت كده كان زماني مرمي في السجن. يا سلام، يعني اشتريت نفسك وبعت ابننا؟ لا يا حماتي بالعكس، انا ما بعتش ادم، انا عرضت نفسي للخطر علشانه، ولو ما كنتش عملت كده كان زماني رايح في 60 داهيه. طب انت جاي ليه وعاوز ايه؟ طبعا انك تصالحيني على بطه، انا بحبها وهي بالنسبه لي كل حاجه وما اقدرش اعيش من غيرها. ازاي بعد اللي عملته مع ابني اللي هو اخوها تطلب مننا الطلب ده؟ والله يا حماتي انا ما وحش، ولو كنت وحش بصحيح كان زماني بلغت عنه وخدت المكافاه اللي سفاره امريكا عاملاها للي يدل عليه. هي السفاره عامله مكافاه اللي يقبض عليه 100,000 جنيه. انت ما بتقريش جرايد ولا ايه يا حماتي؟ انا لو وحش بجد كان زماني مسلمه واخد المكافاه وبايعكم كلكم، انما انا بحب بطه وهي عندي بكنوز الدنيا.
طب تعالى خش يا مرزوق. يا بطه بطه. ايوه يا امه. كلمي امك يا بطه. تعالي يا حبيبتي سلمي على خطيبك. بعد اللي عمله ده كله يا امه ولسه بتسميه خطيبي؟ معلش يا حبيبتي، مرزوق ما بعناش بالفلوس، هو كان مضغوط عليه وده اللي خلاه يغلط. نص غلطه حماتي مش غلطه كامله، علشان انا زي ما بلغت عنه خليته يهرب. معلش يا حبيبتي عشان خاطري اديله فرصه اخيره، مرزوق راجل اصيل وهو ضل راجل ولا ضل حيطه يا بنتي. حيطه حيطه مقبوله منك يا حماتي. معلش يا ابني حقك عليا. الحمد لله على السلامه يا عم. الحمد لله على سلامتك يا اخويا يا الف نهار ابيض. الحمد لله على سلامتك، وحشتني قوي. الله يسلمك يا سامي، انت كمان وحشتيني، وحشتيني قوي يا بت، وامي كمان وحشتني. الا قول لي يا اخويا هي مشكلتك اتحلت ولا ايه وجيت ازاي؟ اه الحمد لله، اول ما افرجوا عني جيت على طول. قولي يا سامي ابني فين؟ هموت واشوفه. اسكت يا عبدو ده نسخه منك. في ضغوط من بره على الحكومه وعلى الداخليه كمان. يا ابني ولا اتقتل شويه، ده مواطن امريكي. يا نهار اسود منيل يا جماعه، الموضوع كل شويه عمال يكبر ويتعقد، انا مش شايف له حل. ربنا يستر عليك يا عم ادم. بصوا بقى، انا شايف الحل الوحيد ان احنا نهربه بره مصر. طبعا مش ده الحل، لان اللي عايزينه بره مصر ينفذهم اقوى الف مره. ادم طول ما هو موجود في وسطنا متحامي فينا مهما تعرض لظلم. ما احنا مش خايفين عليه غير من الظلم. يبقى لازم نبدا نشوف طريقه يظهر بيها براءته. اذا كان البوليس نفسه مش عارف يظهر براءته، لان البوليس مركز في خط واحد ان هو يقبض على ادم، لكن مش مركز ان هو يلاقي السارق اللي سرق الهارد اللي عليه الفيديو اللي فيه براءته. احنا بقى لازم ندور على السارق ونلاقي الهارد ونظهر براءه ادم. هو حل صعب لكن ما قدمناش غير كده. هو حل كويس قوي. هو احنا زي ما فكرناش في الحل ده قبل كده. خلي بالك من تدرس. بقول لك خلي بالك من تدرس، خليك حريص معاه في الكلام. ليه حصل حاجة؟ أصله شافك وانت بتصلي، لكن أنا قلت له إنك أصلك غاوي تمثيل وبتتمرن على دور شيخ مسلم يعني في المسرحية. مش عارف من غير كده كنا هنعمل ايه. تفتكر الكلام ده هو صدقه؟ لا ده راجل طيب وبيصدق كل اللي بقوله له. عموما يعني ما تيجي تصلي ابقى اقفل الشباك والشيش كمان. وبعدين انت ما بتغيرش هدومك ليه؟ ما جاتش على مقاسك؟ لا جت على مقاسي. وبعدين كمان الاكل ملوش علاقه بالزعل. بص يا اخي حوالين عينيك وانت تشوف، لازم تاكل عشان تعرف تفكر معانا. انا هقطع لك تفاحه بايدي. جرى ايه يا عاطف؟ مالك كده بقيت دبلان وزي عوايدك؟ تعبان يا شاوي، كل ما افتكر اللي حصل اتعب اكتر. يوه ما قلت لك تنسى وتعيش اللحظة. أنسى إزاي بس يا شاوي؟ وأنا في كل لحظة بفتكر اللي حصل بتوتر أكتر. يا ساتر، ده أنت طلعت خيخة، خيخة قوي. معلش يا شاوي، ما أنا برضه أول مرة أشوف قتيل عيني عينك كده وش. يعني أنا اللي قتل قتلة؟ ما أنا زيك أول مرة أشوف قتيل. معلش يا صاحبي، صوابعك مش زي بعضها برضه. ما علينا. بقول لك إيه؟ إيه؟ الهارد أنت شايله في حتة أمان؟ في الدرج عندك هناك أهو. يا دي المصيبة السودة. ما علينا، انا بقول ان احنا نحرقه ونخلص منه. اعمل اللي انت عايزه يا شوقي وخلصني. مش ده الدرج اللي تحتيه؟ مفيش حاجه يا عاطف. في الدرج عندك يا شوقي، انا ما لمستوش. مفيش هارد يا عاطف. انت بتقول ايه؟ مفيش هارد يعني ايه؟ انت بتهرج. انا اللي بهرج برضه؟ الهارد فين يا عاطف؟ والله ما اعرف. يعني مين اللي يعرف؟ يا دي المصيبه، هيكون مين اللي خده؟ مش عارف. يعني ايه مش عارف؟ قاعد هنا طرطور مش عارف مين خرج ومين دخل؟ ما انت عارف يا شاوي، حبايبي كتير وبيحبوا يجرشوا عندي زي ما اكون في محطة مصر يا جدع. الله يحرقك انت وحبايبك في يوم واحد.
ده كريم صاحبي يا دكتور اللي انا كلمتك عنه كتير، دكتور جورج غطاس. اهلا وسهلا يا ابني. اهلا يا دكتور، ازي حضرتك؟ تشرب حاجه؟ ربنا يخليك يا دكتور. ميرسي. طب كل فاكهه. ربنا يخليك. جدع قال ان انت جيت لابس كده، انا كنت حاطط ايدي على قلبي لاجيلي بشكلك الطبيعي تكون متراقب ونروح في ده كلنا. عيب عليك يا معلم، تفكر نهبل؟ طب بقول لك ايه، ايه ده ايه ده ايه ده كيمو؟ ايه يا كيمو؟ انا تمام يا حبيبي، مش محتاج حاجه. لا يا ابني ما يصحش كده، ده قاعد في ضيافتي. لا يا دكتور انا ما اقصدش حريك على راسي يعني، بس هو مش هياخد الفلوس دي الا لما احلفه بالوالده. وحياه امك يا شيخ لو تاخد الفلوس دي، انا عارف الظروف. الحياه يا ولاد، انا شايف ان الامور كل ما ده ما بتتعقد، ومفيش قدامنا حل غير حل واحد بس. يا ريت حضرتك تلحقنا بيه. انه يهرب بره مصر لحد ما يقبضوا على السارق، وساعتها يقدر يرجع ويثبت براءته. انا شايف ان الحل ده كويس جدا يا ادم، انا ممكن اساعدكم ان احنا نجيب باسبور مضروب عشان نعرف نهربه. ايه الحل ده يا جماعه؟ واقضي عمري انا بقى هربان ومتغرب عن بلدي واهلي؟ نهربه؟ نهربه فين وازاي؟ في واحد صاحبه اسمه كريم هيدبر الحكايه دي. وتفتكر هروبه هو الحل؟ مفيش حل غير كده. على الاقل لما غير اسمه وروح حته تانيه يعيش فيها، غير لما يعيش هنا مهدد. مفيش عيشه له هنا الا لما يظهر السارق. طب واحنا نضمن منين محدش يوصل له هناك؟ ها نضمن منين؟ كل الاحتمالات وارده يا بنتي، بس اللي علينا نقلل الاحتمال القبض عليه باي شكل. ايوه بس كده ادم هيعيش واحد تاني. وانت يا نانسي حضري اوراقك لسفرك ايطاليا زي ما كنت مرتبه. اسافر؟ لازم تبعدي عن هنا باي شكل، وخصوصا هما بيحققوا ويدوروا. لا طبعا انا اسفه، انا لا يمكن اسافر واسيبه، انا عندي اموت احسن ولا اني اسافر ومعرفش هيجرى له ايه. ادم مديلي ايده في هز الوقت اللي ما كانش في حد دريان بيا فيه، يبقى بعد كل اللي عمله عشاني ده اقوم اسافر واسيبه كده؟ برافو يا نانسي، انا كنت عارف انك هتقولي كده. مبسوط بكلامها قوي قوي، لانها كل مره بتاكد لي ان انا زرعت الصح في الارض الصح. هشام انت مش وعدتني انت توديني اسكندريه في الويك اند؟ معلش يا حبيبتي، جدد ظروف ومش هينفع اسفركم. يعني حتى يومين الاجازه يا شيخ عايزني افضل مرزوعه في البيت ما بين اربع حيطان لوحدي؟ يا ستي ما انت عندك بنتك، اتسلوا مع بعض في اي حاجه. وبعدين يا منال انا قلت لك 100,000 مره قبل كده، انا ضابط شرطه، شغلتي دي ممكن تبقى في الاجازات في الاعياد في المناسبات عادي. بس انا زهقت. معلش يا منال سلي نفسك باي حاجه، وانا وعدك يا ستي ان انا اول ما افضى هاخدكم ونسافر على طول. خلاص هروح بكره اخد البنت من الحضانه ونطلع على النادي نقعد شويه. ده كلام بقى؟ البنت تبقى راجعه تعبانه من الحضانه وعايزه تاكل وتنام، تقوم انت تاخديها تهلكيها في النادي؟ خلاص هبقى اوديها لماما تتغدى وتنام واروح اقابل صحابي شويه. قلت لا يعني لا، تجيب البنت من الحضانه وتيجي على بيتك على طول. مش فاهمه يعني، هو انت حابسني ولا ايه؟ طالما هترجعي لاستهتارك تاني يا منال هحبسك، وهحبسك حبس انفرادي كمان. هو شم الهوا عندك بقى استهتار دلوقتي يا هشام؟ شم الهوا دوت بيبقى في اخر الاسبوع في يوم الاجازه، هتروحي النادي في وسط الاسبوع تعملي ايه؟ ما انا طول الاسبوع في اجازه، هو انا ورايا شغل ولا مشغله يا شيخ؟ انت اللي مديه لنفسك اجازه، انما لو ركزتي مع جوزك وبنتك مش هتلاقي وقت حتى تنامي. يا حبيبي انا برضو مركزه، بس مفيش فايده، عندي وقت فراغ. اوه اشغلي باي حاجه يا منال وخلصين. طب ايه رايك يا حبيبي لو ادور على شغل؟ اهو منه اسلي نفسي ونزود دخلنا. هو انا اشتكيت لك؟ يا حبيبي من غير ما تشتكي لي، انا حاسه بيك، وبعدين كده كده انت في الشغل والبنت في الحضانه وانا قاعده في ملل حي موتني. طيب وهتشتغلي ايه بقى ببكالوريوس التجاره ابو تقدير مقبول؟ ده في ناس واخدين الدكتوراه بامتياز مع مرتبه الشرف ومش لاقيين شغلانه، هو في شغل في اليومين دول؟ يا حبيبي اصل انا جاي لي عرض شغل مع صاحبتي منى في شركه باباها. ده انت مرتباها بقى؟ والله ابدا يا حبيبي، ده الموضوع جه بالصدفه. اسف انا قلت لا يعني لا. طب مش تعرف الاول يا حبيبي هيقبضوني كام؟ مش مهم اعرف، لان المبدا مرفوض من اساسه. ليه بس؟ ليه؟ اذا كنت انت وانت فاضيه وما وراكيش اي حاجه ومغلبانه، امال سعادتك لما تشتغلي بقى هتعملي فينا ايه يا شيخه؟ والله والله العظيم اوعدك هنظم وقتي. الله
طب وليه كل ده؟ لا اله الا الله، ما بيتك اولى بيكي، بدل ما تروحي تخدمي عند الغريب اخدمي جوزك وبنتك. خلاص زهقت من القعده في البيت طول الوقت ده لوحدي، وبعدين عايز اخرج اشم هوا. بعدين ما انا قلت لك هساعدك في مصروف البيت بقى. هو انت متصوره ان انا اقوم اتشقلب على الترابيزه لما تقولي لي الكلمتين دول؟ اه، لان داخلنا هيزيد على الاقل 2500 جنيه في الشهر. 2500 جنيه في الشهر؟ ليه؟ وانت هتشتغلي ايه؟ سكرتيره. ايه؟ مراتي انا تشتغل سكرتيره؟ يا حبيبي مش اي سكرتيره، سكرتيره رئيس مجلس اداره، يعني مش اي حاجه. وبعدين المواعيد معروفه من 9 ل 4، ده غير البدلات والحوافز، يعني ممكن دخلنا يوصل ل 3-4000 جنيه في الشهر. سكرتيره ب 4000 جنيه في الشهر؟ ده انا نفسي ما باخدهمش يا حبيبي، اصلها شركه استثماري. استثماري؟ طب وبنتك هتعملي فيها ايه ان شاء الله؟ مفيش، هتفق مع ماما ان هي تعادي تاخدها من الحضانه، وانا اول ما اخلص شغلي هروح اجيبها بسرعه واروح على بيتي. طب وليه الشحطاطه دي كلها؟ كل ده عشان كم ملطوش اول كل شهر؟ اديك قلت ان انت ما بتعرفش تحصل كم ملطوش دولت. مش عاوزهم. ليه بس يا حبيبي؟ ليه؟ اقول لك انا ليه؟ لان عشان احصل الكم ملطوش دولت هخسر مراتي، وهقطع من راحتي وراحه بنتي، واحرمها من امها 8 ساعات كل يوم ما يتقدروش بتمن. ده غير ان انا اساسا مش عاوز الفلوس دي، ما يلزمونيش. يا حبيبي انا كده كده ببقى قاعده زهقانه 8 ساعات دولت، انت بتبقى في الشغل والبنت بتبقى في الحضانه، وانا ببقى هموت من الزهق. بس لما بنرجع بنلاقيكي مستنيانا، بنلاقي دفى في البيت. لكن ساعتك لو رحتي اشتغلتي هنيجي ناخد برد، لان الشقه هتبقى فاضيه ونفسك مش فيها. انت بتهزر يا هشام؟ ومين قالك ان انا بهزر يا منال؟ انا كلامي واضح كويس قوي، بس اللي يحس ويفهم. قصدك ايه؟ انا ما بفهمش يعني؟ بالعكس، انت بتفهمي كويس قوي، بس للاسف ما بتحسيش. عن اذنك. بجد بقت عشان تفلق. اسمي الدكتور امير، وجاي لكم من طرف ادم ابنكم. ادم، انت تعرف حاجه عنه؟ استني بس يا ساميه اما نشوف الراجل عايز يقول ايه. انت تعرفه؟ طب هو عايش ازاي؟ عايزك تطمني يا حاج، ادم بخير الحمد لله وبيقول لك ادعي له. كتر خيرك يا ابني، ارجوك تبلغه ان هو وحشني قوي ونفسي اشوفه، ارجوك خليه يكلمني. حاضر يا حاج. ربنا يخليك لوالدتك يا ابني، ولا يحرمهاش منك ابدا. خد اشرايه، خدي خلي القرشين دول معاكي عشان تبقي تاخدي عروستنا وتنزلي تجيبي فستان الخطوبه. خطوبه؟ اه خطوبه، خير البر حجاله يا بنت. يعني تلحقي تتخطبي لك شهرين انت والديسي، بعد كده كاتب الكتاب والدخل على طول. بالسرعه دي؟ ايوه بالسرعه دي، هنستنى ايه؟ العريس جاهز وكل حاجه متوفره. ايوه يا بابا، بس بس يا بنت بصراحه كده انا مش هقدر اتجوز. مش هتقدري تتجوزي؟ ليه؟ ولع بعيالة بنت، ده احنا ادينا الناس كلمة. ما هو يا بنت ما تنطقي. اصل انا وادم انا مش هينفع اتجوز غير ادم. يا لهوي، انت بتقولي ايه يا بنت؟ انت متخرفه بتقولي ايه يا بنت؟ هي دي الحقيقة اللي انا خبيتها عليكم، وكنت فاكرة ان جوازي من ادم هيحل المشكلة. حقيقة؟ حقيقة؟ يا فاكرة 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 يا فاكر